الجمهورية الإسلامية ساهمت يعني إلى حد كبير وبجهد كبير بتطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية عبر التدريب، تطوير الأسلحة، ويعني تعليم رفاقنا من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على صناعة السلاح، صناعة الصاروخ. يعني تعلمون هناك صعوبة بنقل هذه الأسلحة والصواريخ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه طبعا معادلة جديدة. في السابق كان هناك نقل للأسلحة، اليوم تصنيع للأسلحة. تمام، يعني حتى في نقل الأسلحة كان هناك جهد من الجمهورية الإسلامية في دعمنا في نقل السلاح عبر البحار كما تعلمون. يعني دعني أن أذكر لك ما سمعته من الفريق قاسم سليمان رحمه، قال أرسلنا 10 بواخر سلاح. ربما معظم الناس لا تعلم بتفاصيل هذه البواخر، عموم الناس علمت بباخرة واحدة اسمها كارين اي التي يعني سطع عليها العدو الصهيوني في البحر الأحمر، تذكرون هذه القصة. وبالمناسبة الباخرة كارين اي كانت مرسلة إلى شهيد ياسر عرفات، إلى الإخوة في حركة فتح، ليست لحماس أو الجهاد أو الجبهة الشعبية القيادة العامة أو الجبهة الشعبية، إلى فتح كانت مرسلة. 10 بواخر أرسلت إلى المقاومة الفلسطينية في فلسطين بتلاوينها المختلفة. هذا في البداية نقلنا نحن أسلحة. كان الشهيد جهاد جبريل رحمه الله ابن أبو جهاد ابن أحمد جبريل الذي قتله أو قتلته العصابات الصهيونية في بيروت غيلة، فجرت سيارته في 20 أيار 2002، قتلته لأنه كان هو مسؤولا عن نقل السلاح من لبنان إلى غزة، وأرسل 3 سفن من لبنان إلى شاطئ إلى شواطئ غزة إلى عرض البحر، وكان السلاح يرسل يعني يلقى من السفن ببراميل مخزن في داخلها محكم الإغلاق. وكنا بالاتفاق مع الإخوة في حركة حماس، كنا نطلب منهم المرحوم جهاد جبريل الشهيد جهاد جبريل كان يطلب منهم إنه أرسلوا الغطاسين والغواصين يعني والزوارق الصغيرة لتسحبوا البراميل من عرض البحر إلى الشاطئ ونتقاسم معهم، بل أكثر من أن نتقاسم نعطيهم الغالبية يعني بحكم حجمهم ومسؤولياتهم، نعطيهم أو يعطيهم غالبية السلاح ونأخذ قسم من السلاح. هذه كانت المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية كانت وكانت بإشراف الشهيد قاسم سليماني أنه يجب أن يتمكن أهلنا المقاومين في غزة من صناعة السلاح، من تطوير الصاروخ. نحن بدأت الأمور بمسافات محدودة جدا، يعني كان الصاروخ يصل 2 كيلومتر، تخيل يعني بوزن الحشوة يعني محدود للغاية، يعني بالتالي الأثر يكون ضعيف، يعني 2 كيلومتر ووزن الصاروخ ضعيف أو قليل يعني الحجم ضعيف التأثير. كان يشرف الفريق قاسم سليماني على تطوير هذا السلاح وهذا الصاروخ بالتعاون مع الإخوة في سوريا، لأنه كان أحيانا يعني التدريب يجري في الجمهورية الإسلامية في إيران وأحيانا في الأراضي السورية وأحيانا في لبنان مع الإخوة في حزب الله المجاهد. تعرف نحن محور مقاومة يعني، فهو يشرف بنفسه وهو الذي أشرف بنفسه كما تعلم. وقد أعلن سماحة الأخ الحبيب السيد حسن نصر الله، أعلن هذا علنا، كيف أنه جرى التباحث بينه وبين الفريق قاسم سليماني بضرورة أن يرسل السلاح النوعي المتطور للمقاومين في قطاع غزة، وكان الفريق قاسم سليماني هو المخطط لإرسال صاروخ الكورنت الشهير المضاد، صاروخ روسي مضاد للدبابات مضاد يعني الآليات الثقيلة، أرسل إلى قطاع غزة وتفاجأ العدو الصهيوني بوصول صاروخ الكورنت إلى قطاع غزة عندما دمرت آلياته أو دباباته، وعنده الدبابة التي يفخر بها يعتبرها مفخرة الصناعة الإسرائيلية المركفة، دمرت في عام 2009. كانت هذه بصمات ولمسات الفريق قاسم سليماني رحمه الله.